ازيكم؟ الفيديو الثامن هيكون بيتكلم عن الكتابة والخطوط. طيب هنبدأ بالأداة وهي تايب، الاختصار بتاعها تي. نبدأ ان احنا قدامنا حاجة من اتنين، قدامنا ان انا اضغط ضغطة واحدة وابدأ ان انا اكتب الكتابة بتاعتي. وزي ما انتم شايفين انا مش محدد اتجاه الكتابة رايح فين الا من خلال الثلاث ادوات دول، اللي هو اما في المنتصف اما على اليسار اما ايه على اليمين. في حاجة تانية ان انا اقدر ادراج وادروب بليفت كليك من الماوس، وابدأ ان انا اكتب زي ما انتم شايفين كده الكتابه، والكتابه دي هتكون محدوده ضمن سبيس محدد. لو جيت كتبت اي حاجه تانية مش هتبان. طيب تقدر تعدل السبيس ده؟ اه تقدر تحدد المساحه دي زي ما انت عايز، بحيث ان انت تقدر تنسق الكتابه او الخطوط حسب المساحه او المنطقه اللي انت عايز تشتغل عليها. طيب تبدا ان انت تضغط كنترول A عشان تغير الخط. قدامك حاجه تضغط على اللون ده ريفيو زي ما انت شايف، تقدر تختار اللون اللي انت محتاجه من الباليتة بتاعت الايه الالوان زي ما احنا شايفين كده. اخترنا الالوان دي، قدامنا بريسيتس زي ان انا اوسطن الكلام او ان انا اخليه على ايدنا اليسار او على ايدنا الايه اليمين. طيب عايزين نكبر او نصغر، هيبقى عندي البي تي مسؤول عن تكبير او تصغير الايه النصوص. اللي جنبها هيكون لو الخطوط فيها بولد او ريجولار، زي مثلا نشوف كده الخط ده ريجولار، بس اللي هي يكون خطوط فيها اكتر من ثيكنس مثلا محدد. يعني مثلا ممكن نجرب هنا كده، لا برضو ريجولار واحد. فانت في خطوط، بعض الخطوط اللي بتنزل بيكون ليها يعني اكتر من وضع موجودة فيه. اه مثلا زي هنا هنلاقي لايت، حاجة كتابة خفيفة جدا، بعدين ريجولار السمك بتاعها اكتر. بس طبعا لازم نتاكد ان احنا ضاغطين كنترول A نحدد كل مكان، او نحدد مثلا المنطقه المحدده اللي احنا ايه عايزين نعمل عليها الايه زي ما شايفين البولد. واخر حاجه بولد ايتاليك هو سمك اكبر من كده شويه. فضلا انت كتبت مثلا، نحول بقى الكتابه بالعربي ونكتب مثلا future design. نبدا ان احنا نغير الفونت ده، والفونتس بتتحمل طبعا من مواقع زي جوجل فونتس، من اي مكان، في اماكن كتير جدا انت ممكن تحمل منها الفونتس اللي انت ايه محتاج ان انت تشتغل عليها. طيب ده لو هنكتب كتابة بشكل ادي ده. طيب لو احنا بقى عايزين نعدل في الشكل بتاع الكتابة نفسه، يعني ايه بقى شكل الكتابة بتاع نفسه؟ هنلاقي هنا في ارك نقدر نضغط عليه يقول لك نفس الشكل الادي ده كده، بقول لك ده الستايل الراب تكست، ده اللي بيتحكم بقى زي مثلا كده. هتلاقي مثلا موجودة الحاجات اللي شبه حديقة الحيوان أو غيرها، أرك لور، الحاجات دي مش شائعة الاستخدام أوي في التصميم، بس برضو تكونوا عارفينها بحيث يكون عندك باك جراوند كويسة لو أنت احتجتها في أي تصميم أو في بروجكت تكون إيه شغال عليه. طيب طبعا خليها نان، نضغط اوكي. ده بالنسبه للجزء بتاع الراب تكست. طيب عايز اخد كوبي من تكست، قلنا بنضغط على الالت وابدا ان انا دراج ودروب من تحت، او اجي من قائمه الليارات وابدا ان انا اضغط دراج اند دروب نفس النمط الايه اللي موجود دلوقتي. طيب التكست هنيجي تحتها ده هوريزونتال، الفيرتيكال بقى لو جينا كتبنا مثلا اهلا وسهلا بكم، نضغط كنترول ايه وبعدين ننزل الكتابه مثلا لتحت شويه، يبقى انا الكتابه بتاعتي هتكون بشكل طولي. طبعا انت تقدر تعمل الكلام ده في الهوريزونتال، ان انت تقف عليها وتبدا ان انت تعمل لها ايه روتيشن باي زاويه انت محتاجها، بس هما سايبين لك الحريه لاختيار الوضعين، ان انت تقدر تشتغل بالطريقه دي او تقدر تشتغل بالطريقه دي. ده بالنسبه للكتابه، نشوفكم الحلقه الجايه.